إخوتنا أهلا وسهلا فيكم، مرحبا وسلام للجميع. اليوم في عندنا موضوع شيق ومهم جدا جدا جدا، كما وعدناكم كل ليلة في رمضان نطلع معكم مرتين الساعة 6 والساعة 10، والحمد لله إلى اليوم لم أو بقينا على الوعد زي ما وعدناكم، نكون معكم في مواضيع مهمة جدا لأبناء الجالية. اليوم معنا موضوع يعني الكل بفكر فيه والكل بيسأل عنه، وموضوع يمكن شوي يكون حساس، اللي هو الوضع والعمل السياسي العربي في كندا، أهميته، المحاولات، هل هو ضعيف، هل هو قوي مقارنة بالجاليات الأخرى، إيش الأشياء اللي لازم نسويها، ما هو الضروري إنه نعمله. ولذلك اليوم طبعا لم نرى ولن يكون هناك أفضل من الشخصيات اللي اليوم إحنا نستضيفها لتكون لتتحدث عن الوضع السياسي للجالية العربية في كندا. في البداية أريد أن أرحب أنا وصديقي وزميلي الأستاذ محمد التميمي اللي حنكون كوهوست للحلقة اليوم. حنرحب بالبروفيسور نور القادري. الدكتور نور يدرس في جامعة أوتوا تخطيط استراتيجي والذكاء الصناعي، وهو أيضا رئيس الاتحاد العربي الكندي الكاف Canadian Arab Federation الموجود منذ سنوات، حيكلمنا عنه. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا دكتور. كما نريد أن نرحب بصديقنا وعزيزنا للمرة الثانية معنا المهندس حسن غية، طبعا هو أشهر من نار على علم، فهو يعني من الشخصيات والقامات التي نفتخر بها في مقاطعة كيبيك، مدينة مونتريال بالذات. ترشح للانتخابات السابقة، لم يكن الحظ حليفه، ولكن إن شاء الله سنتحدث عن تجربته وعن عمله السياسي. له كثير من الأعمال الاجتماعية والسياسية بين أبناء الجالية وأبناء منطقة كيبيك وبشكل عام في كندا. أهلا وسهلا فيك مهندس حسن. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. أهلا وسهلا بكم يا إخوانا، الله يحييكم بارك فيكم، أهلا وسهلا فيكم على اللقاء. إحنا طبعا لما بنتكلم عن السياسة ومش غريبين عن الباك جراوند تبعتنا وخلفياتنا، إحنا كعرب لما بنتكلم عن السياسة كأنه شخص حطيت فيه كهرباء. فاليوم إحنا اسمحوا لنا بدنا نتجشم هذا المعترك وهذا الميدان، ونقف أمام إخواننا اللي بيشاهدونا من مجتمعنا العربي في كندا، ونحاول أنه يعني نسبر غور هذه السياسة العجيبة الغريبة اللي صدقوني إلى الآن كل ما أشوف جروب في فيسبوك أو أشوف مجموعات عربية موجودة في أي مكان، لما بدهم يطمنوني عشان أدخل معهم في الجروب أو أتعامل معهم يحكوا لي اطمن إحنا ما بنحكي بالسياسة. فاليوم احنا حنحكي في المحظور بالنسبة لهذه المجموعات، نتمنى انهم ما يتركونا عشان بنحكي بمحظوراتهم، لانه احنا نرى انه ما بصير نغطي الشمس في غربال في واقع اسمه سياسة، والتعامل معه امر من امور الحياة يجب التعامل معها. فانا بدي ابدأ مع الدكتور نور القادري. طبعا ابدأ بالدكتور نور القادري، رئيسا لرئيس الاتحاد العربي الكندي كاف. وحقيقة أنا بنظر لكاف على أنه هي الممثل الوحيد الآن في الساحة الناطق بالاسم العربي السياسي كمؤسسة وكيان. وأقول له دكتور نور، الآن هل السياسة بالنسبة للعربي تابو كبير جدا جدا جدا، مع العلم أنه إحنا نقول أن العربي مسيس بطبعه، وأن كل عنصر في العالم العربي وكل فرد في العالم العربي يتكلم بالسياسة منذ المهد وهو طفل؟ بالطبع أخي محمد، أولاً اسمح لي أنه أبدأ بشكري لك دكتور جمال على استضافتكم إلي، و
مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين، وما تسنى لنا أن نهني الجميع، فرمضان مبارك لكم جميعا، وأفتخر أني أشارك معكم بهذه الحلقة مع أخي حسن غيي، له صولات وجولات في السياسي في كندا. عندنا نحن مغالطات كثيرة عن السياسة في كندا، لأنه السياسة في العالم العربي تختلف كليا عما يجول في أروقة السياسة الكندية. أنا تابعت السياسة الكندية وانخرطت فيها على عدة مستويات منذ دخولي إلى الأراضي الكندية، فاشتغلت كمتطوع بحملات بالعام 2000، وأنا جيت بأوائل 1999، ودخلت في الحزب الليبرالي الكندي لمدة 15 عاما، وكانت هنالك خبرات مكتسبة، لأني وأنا داخل الحزب الليبرالي حضرت الكثير من المؤتمرات في الأحزاب الثانية. السياسة في العالم العربي تتبع الأيديولوجيا في أغلب الأحيان، أما في المجتمعات الغربية وبالأخص في كندا، السياسة هي سياسة برامج، ولذلك ترى الناس ينتخبون تارة حزب الخضر، وتارة الحزب الليبرالي، وتارة الحزب المحافظين، وطورا آخرا أحزاب مختلفة مثل البلوك كيبيكوا أو الحزب الديمقراطي الجديد. ترى أناس ينتقلون من حزب إلى حزب آخر بتغير المناخ السياسي. فمثلا أعطيك أمثلة بسيطة، بوب ري كان نائبا من حزب الديمقراطي الجديد، كان رئيسا لوزراء مقاطعة أونتاريو في الحزب الديمقراطي الجديد، ومن ثم بعد سنين عديدة رأيناه نائبا في الحزب الليبرالي وترشح لقيادة الحزب الليبرالي. سكوت برايسون كان أحد مرشحين حزب البروغريسيف كونزرفاتيفز، وبعد عدة سنوات رأيناه وزير في حكومة بول مارتن مع الحزب الليبرالي، ومن ثم ترشح إلى قيادة الحزب الليبرالي. الآن لدينا انتخابات لقيادة الحزب الخضر، فغلين ميري وكان مير في وينيبيك، ومن ثم كان وزيرا في حكومة الحكومة الليبرالية في أونتاريو، وكان مرشحا لقيادة الحزب الليبرالي في أونتاريو سابقا، واليوم هو يترشح إلى قيادة الحزب حزب الخضر. فمهم جدا لأبناء الجالية العربية أن لا ينظروا إلى السياسة في كندا من منظور أيديولوجي، أنا ليبرالي، أنا ديمقراطي، أنا محافظ، وأن يتكيفوا مع هذا. هذه النقطة بالتحديد تجعلنا ننظر إلى السياسة من منظار آخر، ويجب أن لا تكون تابو، لأن السياسة في العالم العربي جعلت أناس كثيرون يخافون من الأنظمة التي عشناها في كل عالمنا العربي دون استثناء، واليوم علينا أن نوجههم، لأن كل إنسان موجود في كندا من أبناء الجالية العربية عليه واجب تجاهه وتجاه أبناء الجالية واتجاه أبنائه وأبناته والنساء كمان أبنائهن وأبناتهن للانخراط بالعمل السياسي. سأتوقف عند هذا الحد لأسمح حنتكلم عند هذا يا حنتكلم عن الانخراط في العمل، لكن في نقطة جميلة جدا أنا أحببتها في كلامك دكتور، لما حكيت أنه يجب أن لا ننظر إلى السياسة بأنها منظور أيديولوجي، يعني أنا خلص ليبرالي ممنوع أني أتحرك. إذا قيادات زي ما بتحكي كانت في حزب وانتقلت إلى حزب آخر، فمعناها أنه ممكن الإنسان برضو يغير الأيديولوجية وتفكيره وينتخب أو يساعد أو ينخرط في حزب آخر، وهذا شيء جيد. دكتور مهندس حسن،
بدنا نسمع شوية بشكل عام الأحزاب السياسية اللي موجودة في كندا، لو تلخص لنا. طبعا نحكي عن الوضع الفيدرالي احنا، وتحكي لنا شوية عن تجربتك اللي خضتها من كمرشح للانتخابات الفيدرالية في 2019. شكرا. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال سأضيف إلى لائحة أخي وحبيبي الدكتور نور توم مولكير، الذي كان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الفيدرالي، كان نائبا ووزيرا في الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطي الجديد ويقود الحزب، وكان قاب قوسين أو أدنى ليكون أول رئيس وزراء كندي من باسم حزب الديمقراطي الجديد. يعني وافق 100% كلام الدكتور نور على هذه الملاحظة. ورئيس وزراء كيبك الحالي كان كذلك وزيرا في حكومة البارتي كيبكو، الحزب الكيبكي. يعني كما قال الدكتور نور، يعني ليس بإمكاني أن أضيف الكثير عما قاله، أكيد هذه هي السياسة الكندية. أما عن الأحزاب الموجودة على الساحة الفيدرالية في كندا، طبعا كما قال الدكتور نور المسألة ليست أيديولوجية، ولكن هنالك نوع من الأصول الأيديولوجية كذلك. يعني بإمكاننا أن نقول هنالك من أقصى اليمين إلى من اليمين إلى اليسار، عندك من اليمين في حزب المحافظين الذي يقوده الآن أندرو شير والذي استقال ويبحثون عن زعيم جديد، هو الحزب اليميني. بعده يأتي الحزب الليبرالي الذي هو أقل يمينية من الحزب المحافظ، ولكنه أقل يسارية من الحزب الديمقراطي الجديد. ومن ثم يأتي الحزب الديمقراطي الجديد الذي هو بإمكاننا أن نقول أنه من اليسار. وعلى يسار الحزب الديمقراطي الجديد هنالك حزب الخضر. هذا من الأحزاب على الصعيد الفيدرالي التي هي أحزاب اتحادية التي تؤمن بوحدة كندا. هنالك إضافة إلى كل هذه الأحزاب هنالك حزب الكتلة الكيبيكية. اجتماعيا بإمكاننا أن نقول أنه هو نوع من إلى حد ما وسط يمين اليسار أو وسط اليمين، أو يعني من ناحية الاجتماعية يقف ما بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد اجتماعيا. أما الفارق الوحيد بين هذا الحزب والأحزاب الأخرى هو المسألة الأيديولوجية الوطنية القومية، لأنه هو حزب قومي انفصالي. بينما لو كانت المسألة فقط المسألة الاجتماعية لكان هنالك لتحققت الوحدة ما بين الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي، وهذا ما حدث في الماضي عندما كان هنالك مفاوضات بعد أن اتحد اليمين في ظل الحزب كما نعرف اليمين كان هنالك حزبان يمينيان واتفقا حتى أسسوا حزب المحافظين. كان هناك الحزب المحافظ كان الألاينس، وكان لبارتي كونسيرفاتور شو اسمه بروجريسيف كونسيرفاتيف بارتي، الحزب المحافظ التقليدي، فهمت كيف، المحافظ التقدم. كان عندما اتحد هذان الحزبان كما قال وقتها كان وحدة اليمين، تفاوض جون كريتيان الذي كان هو زعيم الحزب الليبرالي الكندي مع برودبنت الذي كان زعيم حزب الديمقراطي الجديد، وتوصلا وكانا قاب قوسين أو أدنى ليحققا ما أسمياه في تلك الفترة الحزب حزب اليسار. أوكي. وحدة اليسار. يعني قد تجد الذي يكون في الحزب الليبرالي على يمين الحزب الليبرالي تراه محافظا أكثر من كثير من المحافظين، والذي على يسار الحزب الليبرالي تراه تقدميا أكثر من كثير من أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد. يعني الأحزاب السياسية هي إلى حد كبير هي تحالفات أكثر مما هي أحزاب عقائدية. طيب نسمع عن نسمع عن تجربته بشكل مبسط. مهندس حسن. نعم أستاذ، تجربتي الخاصة تجربتي الخاصة يعني هي تجربتي الخاصة، ولكن بإمكاننا أن نقول هي تجربة الجالية.
الذي حصل، أنا كنت نشيطا في الجالية منذ أنا أتيت إلى هنا عام 74، وكنت دائما أعمل في صعيد الجالية وكذا، ولكن لم تكن عندي أحلام لخوض الانتخابات. تحدث معي أعضاء نافذون في الحزب الليبرالي وطلبوا مني الترشح. هذا كان في عام في خريف 2017. بعد التردد وافقت، وكان هنالك مفاوضات ما بيني وبين مكتب تريدو من نوفمبر 2017 حتى الانتخابات 2019. وكان هنالك تردد من قبلهم من ناحية الدائرة، كانوا يفتشون عن دائرة غير الدائرة التي ترشحت بها، ولكن وقع خياري على الدائرة التي ترشحت بها والتي هي سان ليونار سان ميشيل. هذه الدائرة كما نعرف تاريخيا كانت دائما ليبرالية، ولكن كانت دائما من كان النائب الممثل طلياني، لأنه تاريخيا كان الطليان هم الذين يشكلون الغالبية الساحقة في هذه الدائرة. مع الوقت تغير التركيب الديموغرافي وأصبح لجاليتنا وجود مهم في هذه الدائرة، وكان جوابي لهم كما يعني المسألة ديمقراطية، ونحن نتقدم للانتخابات الداخلية داخل الحزب كما يقولون بالإنجليزية nomination. فإذا نجحنا، إذا لم ننجح الحزب سيكون رابحا، لأننا سنحضر له أعضاء جددا، وسنقول لإخوتنا أننا لم نعمل ما فيه الكفاية هذه الفترة، سنعمل أكثر في المرات القادمة، ونتعاون ونساعد الشخص الذي يربح. وإذا ربحنا نتوقع نفس التصرف من الآخرين. No. الذي حصل فيزنا والحمد لله، مع أنهم أجروا الانتخابات الفرعية في رمضان، تصوروا في العشر الأواخر من رمضان وقت الإفطار. خلال الأسبوع تفاوضنا معهم، يا جماعة الخير، يعني كان وقتها 22 رمضان 27 مايو 27 أيار، يا جماعة الخير عندنا نحن رمضان مهم جدا، وكثيرون من أبناء جاليتنا يصومون، هل من الأمكن أن يكون بعد أسبوع لن تنزل السماء على الأرض؟ وكان فترة طويلة، كان أيار والانتخابات في تشرين، يعني كان هنا في كان معنا الوقت الكافي، أصروا أن تكون في هذا الوقت. قلت لهم إذا كنتم لا تريدون أن تكون في هذا الوقت فلتكن في نهاية الأسبوع ولتكون بعد الظهر حتى لا تكون وقت الإفطار. أصروا أن تكون وقت الإفطار يوم الاثنين وخلال العشر الأواخر من رمضان ووقت الإفطار، ومع ذلك انتصرنا. وكانت الصفوف، الأستاذ نور، الدكتور نور تابع الموضوع عن كثب، وكانت حتى الإذاعات كلها أذاعتها كانت صفوف طويلة، طوابير طويلة للانتخابات، حتى أعضاء الحزب الليبرالي أنفسهم والإعلاميين كلهم قالوا أنهم لم يروا هذا الإقبال قبل هذه الفترة. ومباشرة يعني بدأ التآمر مباشرة، وكان هنالك عندنا أعداء، نعرف يعني هنالك من بعض المواطنين أو بعض المتنفذين في الجالية الطليانية الذين لم يكونوا ليرضوا بأن يكون، والذي أقول لك الآن هو نقل لي من قبل النائب السابق وهو كان طلياني، قال لي بالحرف الواحد: يا حسن اسمع، أنت ستكون نائبا ناجحا وستكون وزيرا ناجحا، وأنا سأعمل معك، سأكون أفتخر أن تكون أنت في البرلمان وفي الوزارة، ولكن في دائرة غير سان ليونار. قلت له: لماذا ليس سان ليونار؟ قال لي بالحرف الواحد، قال لي: يا حسن، في سان ليونار الطلياني يقف 4 ساعات تحت المطر ليرى اسما إيطاليا على اللائحة ويصوت له، بينما جماعتكم لا يصوتون ولا يحضرون ولا يتبرعون للأحزاب. قلت له: هاي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة. قلت له: هذا شأننا، هم نائمون وسننقذهم، وأيقظناهم ولله الحمد. يعني في كثير من الأحيان قلت له، أقول للناس: أنا أرى مهمتي كالمسحرات في رمضان، يا نائم وحد الدايم. أيقظناهم والحمد لله. الحمد لله. وأتوا وصوتوا بكثافة وكانوا فخورين. ولكن يعني ولكن الذي حصل عندما لم يستطيعوا إسقاطي بالانتخابات، أتوا عشية الانتخابات، مع أنه كان معه يعني الوزير السابق قالها بالحرف الواحد وخرجت في الجرائد، أنه الذي ما نسبوه إلي من تصريحات في الفيسبوك قديمة، وكانوا على علم بها، لأنه هو النائب السابق هو الذي أخبر رئيس الوزراء وأقبل مكتب رئيس الوزراء منذ أن طرح اسمي. كان بإمكانهم إما أن يعتذروا مني ويقولوا: يا حسن، المسألة
لن نستطيع مواجهة هذه المواجهة، أو أن يقول يا حسن هذه المسألة يجب أن يوجد لها حل، وكان الحل بسيط جدا لأنها لم تكن هذه الأمور التي يعني كما يقولون بالعربية تكسر الظهر. والحمد لله الآن حلت، ليس هنالك أي مشكل، يعني كان مجرد سوء فهم وتم حل هذا سوء الفهم، ولكن كان مجرد النية كانت إسخاطي. وأتوا ليلة الانتخابات، أذكرها كان يوم جمعة قبل نهاية عطلة نهاية أسبوع طويلة long weekend، وأعطوني ساعة لمجرد إما أستقيل لأسباب شخصية أو أن يتم إقصائي. فقلت طيب لهم يا طيب اسمح لنا مهندس حسن، أنا اليوم بدي أعرف الحكاية من أول، وخلينا نشوف بلكي الدكتور نور يسعفنا في الحكاية من بدايتها. العربي إيه العربي العربي لا الحكاية من قبل حتى موضوع حسن. الانتخابات تبعت المهندس حسن، ما هو مرت مع نور قبلي أنا. ما احنا بدنا نتعلم والاحلاء براس نور واجوا حلقوني انا. يعني كلاكما مفخر لكل العرب وغير العرب في كندا. الانجازات تتحدث عن اصحابها يا باشمهندس. نبدا الحكايه من اولها، يعني التجارب العربيه في الانتخابات. احنا اول شيء تعلمنا منك الان انه العمل السياسي بابه الانتخابات، والانتخابات بابها ليس الايديولوجيا، لكن هل تجد ان العرب يفهمون ذلك؟ هل تجد ان العربي الموجود في الاحزاب، ولا اقصد الموجودين في الاحزاب، دخلوا الاحزاب وهم يرون ان الاحزاب ممكن ان يغيرها كيفما يشاء حسب البرامج، أم أنه يدافع باستماتة عن برامج يعلم أنها فاشلة ويدافع عنها باستماتة، وبعد أن يفشل صاحب البرنامج ويجد هناك من أو يجد رئيس الحزب يخرج ويعترف أن البرنامج كان فاشلا، بعدها يردد أن البرنامج كان فاشلا؟ يعني هو ربما لا يتعبد إلى الله بالأيديولوجيا، لكنه أصبح يتعبد إلى الله برئيس الحزب، إذا قال قال وإذا سكت سكت. هل العرب اليوم حين دخل الأحزاب، وأنا أريد هنا سرد تاريخي إذا سمحت لي دكتور نور، من بداية اهتمام العرب بالعمل السياسي في كندا، هل فهموا العرب في ذلك الوقت بالأمثلة أن العمل السياسي مدخله الأحزاب وكيف؟ وهل فهموا بالأمثلة أنهم وشاركوا الأحزاب من منطلق برامجي، أم أنهم شاركوا بمطلق أيديولوجي، نسخة كوبي عن اللي صار في العالم العربي؟ هذا سؤال مهم جدا أخي محمد، وضعت يدك على الجرح. اليوم ما حصل مع حسن غيي ومع نور القادري ومع خليل رمال وحفظ الألقاب ومن الكثير غيرهم لم يكن استهدافا للأشخاص، كانت جالية بأم عينها مستهدفة ككل. دعونا أن لا نضيع البوصلة. الأحزاب هي المدخل إلى السياسة في معظم الدول الديمقراطية، وكندا أهم هذه الدول. داخل الأحزاب زعيم الحزب لديه الباع الأكبر بتغيير سياسات الحزب، يعني هنالك عدة سياسات يصوت عليها في المؤتمرات، وأنا حضرت أكثر من 20 مؤتمر في الأحزاب بالمقاطعات والفدرالية وفي كل الأحزاب دون استثناء. هذه الأحزاب عندها أجندات تريد أن تقوم به، وهنالك لوبيات تؤثر على هذه الأحزاب. فما رأيناه مثلا من استقالة وزيرة العدل في حكومة ترودو والفضيحة التي أصبحت بأس أن سي لافالان، عندها ترى ضغط اللوبيات، لوبيات الشركات الكبيرة على الأحزاب، والخاصة أحزاب الحاكم مثل شركة مثل أس أن سي لافالان،
يعني كانت تريد أن تغير قوانين محكمة وما إلى ذلك، حتى وبالضغط وبالتبرع. هنالك لوبيات من الجماعات المؤثرة في البلد. اللوبي اليهودي في كندا هو من أقوى اللوبيات وفي كل الأحزاب. ما أوقف نور القادري هو اللوبي اليهودي في كندا، لم يكن أي أستوقفك أحد هنا دكتور نور. أستوقفك هنا دكتور نور. هل تجد أنه تصريحك الآن أمامنا أنه في لوبي يهودي أوقفني وحجبني، هل تجد هذا التصريح سياسي؟ نعم، هذا ليس سياسيا، هذه حقائق. أنا منعت من الانتخابات 3 مرات، وأحد السناتورز بعث لي مع أحد النواب نور القادري stop criticizing Israel you will have a smooth ride. كان واضح clear. يعني سناتور ديفيد سميث بعث هذا الكلام لي أنا، وهو كان رئيس حملة انتخابات، ضغط على ستيفان ديون امنع نور القادري من الترشح ولا تعطيه. وأنا كان اللي يد طويلة في حملة ستيفان ديون، وكان أحد ممولين حملة ستيفان ديون الذي دينه 650 ألف دولار ممدوح ستيفانوس، وعدني مع ستيفان ديون أنه ستأخذ ما تريد بالانتخابات. لم أطلب أي شيء، سألتهم I need a fair race. قال له ديفيد سميث إما أنا أو نور القادري. وعندما منعني طلب من ستيفان ديون رشحني لأن أكون مديرا عاما للعلاقات الاستراتيجية داخل الحزب الليبرالي بعد أن أقصيت. طيب دكتور نور، عفوا اسمح لي على المقاطعات المتكررة حتى يكون فقط الصورة واضحة. أنت استنتجت من عدة مواقف أنه في استهداف لجالية، لكن الأمثلة اللي تذكر لنا إياها هذه فيها تحديد لنور القادري، ربما يكون خلفياتك الأيديولوجية وخلفياتك القومية. أنا خليل رمال وحسن غيي. حسن غيي ما وقفه هنا البناي برث. البناي برث هي صلب اللوبي اليهودي، وهنالك أمثال عديدة منعت من الترشح منذ زمن قديم، ليست هنالك أي استهدافات لأشخاص. حسن غية بس عندنا أمثلة. هو شخص مهندس وإمام ولا ينتمي إلى أي أحزاب سياسية خلفية، ونجح في الانتخابات وأوقفوه بعد هذه الانتخابات. بس احنا في عندنا أمثلة العرب موجودين في البرلمان. نعم. طيب كيف توقف؟ أنا كان يمكنني أن أكون في البرلمان لو أقف من انتقاد إسرائيل. قيل لي هذا الكلام، أوقف انتقادك لإسرائيل ستحصل على سموث رايد. إذن خلينا بس أنا صححني إذا تعريفي صواب. إذن العرب أو الجزء من الجالية العربية التي تنتقد إسرائيل أو لها مواقف من إسرائيل هي ممنوعة من دخول البرلمان، ولكن ليست كل الجالية العربية ممنوعة من دخول البرلمان. صعب. لا أحد يمنعك من دخول البرلمان. لا أقصد ممنوعة في إذا كنت أنت كجالية. لو سمحت لي أني أوضح عدة أشياء. تفضل. عندما كنت مرشحا في العام 2014 هنالك شخصين من جاليتين حاول بعض الناس أن يمنعوهم من الانتخابات. واحد منهم اسمه جاري أنانت، وكان هو محامي لمؤسسة إرهابية تعد في كندا النمور الحمر ولا التامل تايجرز. نعم. ولكن الجالية السريلانكية في ذلك المكان في منطقة صابر كان قوية جدا، ولم يكن باستطاعة الحزب الليبرالي إيقاف هذا الشخص. فبعد العديد من الصولات والجولات عاد وترشح، والشخص الآخر هو وزير الدفاع الحالي. وزير الدفاع الحالي قيل أنه أبوه هو مؤسس
World Sikh Organization وهي مؤسسة كمان كانت توصف في الإرهاب بكندا، وقف وقال أنا ليس لي أي علاقة في هذه المؤسسة، وانتهى الموضوع هنالك. وكنت أنا على مقربة كثيرة من هاتين الحالتين بمتابعة يومية عبر شخص مشترك وصديق مشترك للشخصين. ما أود أن أقوله حتى نتعلم من تجارب الماضي أن الجالية إذا كانت قوية وهي تدخل في الأحزاب يمكنها أن تصل إلى شيء ما في العمل. ولذلك أخذت على عاتقي الشخصي، لأنه الكثير من المرشحين إلى الانتخابات يكون لديهم مشروع شخصي، وهذا شيء طبيعي جدا من طموحات شخصية من ذلك ومن تضحيات، لأن الذي يترشح على الانتخابات يصرف الكثير من وقته وماله وعرقه، وهي ليست كلمة، هنالك أناس يضيعون جهد كبير في هذه الحملات الانتخابية. وأنا رأيت ما يحصل في ما يسمى بالوور رومز أو بالغرف العمليات، ومن يخصى عن الانتخابات ومن يدخل على الانتخابات. أنا لست غريب عن الحزب الليبرالي، أنا كنت من ضمن المنظومة القريبة جدا من ترودو. أنا كنت مسؤول عن دائرتين في أوتاوا في حملة قيادة ترودو. طيب قيل لي اختر الدائرة التي ستترشح فيها سنعطيك أفضلية، وأعطوني أفضلية. وحين هاجمني أحد اللوبيات وأحد الأناس الذين هم فاعلين في الحزب الليبرالي وهو رئيس الجرين لايت كوميتي جاك سيجل، كان سيمنعني من أخذ الجرين لايت. فرض علي أن أعطى الجرين لايت، وطلبت أنا تأجيل الانتخابات إلى الداخلية إلى ما بعد رأس السنة، وكان لي ما أردت لأني كنت من ضمن المنظومة الداخلية القريبة من السيد ترودو. ما حصل أن السيد ترودو أعلم بإقصائي ولم يكن له يد وباع في القرار، وهذا يقول لك عن أهمية اللوبيات الموجودة في الداخل، داخل الحزب الليبرالي، من وأن رئيس الحزب وزعيم الحزب في بعض الأحيان ليس لديه ما يقول، بس لكن الجماعات التي تدير المؤسسة قد تكون أقوى منه، وقد تكون تؤخذ إلى اليسار أو إلى اليمين عبر اللوبيات المؤثرة. طيب اسمح لي دكتور نور، بس قبل ما أترك المايك لدكتور جمال بس سريعا حتى أستكمل هذه النقطة. اليوم لما يستهدف نور القادري ويستهدف حسن غية محفظ الألقاب ويستهدف فلان وفلان ولا يستهدف فلان وفلان، والحجة هي المواقف من المواقف الإسرائيلية، هل أخذ عليكم إنه عملكم ليس عمل كندي، وأن سهامكم مصوبة نحو خارج العمل السياسي الكندي، خارج الميدان الكندي، ولذلك يمكن أن نفهم هذا الأمر بهذا السياق، أم أن الأمر يعني حتى سياسيا داخليا، حتى في السياسة الداخلية الكندية مواقف نور القادري والأصدقاء العرب مرفوضة؟ علينا أن ننظر إلى الأمور بكليتها. عندما تكون هنالك جالية قوية تؤثر في القرار الحزبي يمكنك أن تغير هذه المفاهيم. في الحزب، في الأحزاب الفيدرالية، العمل بالنسبة للسياسة الخارجية هو من صلب السياسة، ونحن ما كنا نطالب به ليس شيئا غريبا، كنا نطالب ما كان يطالب به مجلس الأمن، ما كان يطالب به الأمم المتحدة، نريد حلا عادلا
للقضية الفلسطينية. لكن المتابعين من داخل الأحزاب يقولون لك شو بدنا بوجع الرأس، اجعل هذا الشخص جانبا، نريد أناسا من أبناء الجالية العربية ليس لديهم قرارا بالنسبة للسياسة الخارجية. لذلك أنا أقول ليس لديهم قرار ولا رأي دكتور، ليس لديهم قرار؟ رأي. عندما تصبح نائبا عليك يجب أن يكون لديك قرار، وإلا هنالك الكثر من أبناء الجالية العربية هم في الخلف اليوم. وأنا سأسمي أسماء اليوم. فيصل خوري يهاجم من قبل مؤسسة البناي بريث، يقول لهم أنا أعتذر منكم أنا. وهنالك مروان طبارة في المقلب الآخر كتب رسالة مميزة للسيد ترودو ولوزير الخارجية شامبين فرانسوا فيليب شامبين، عن يطلب فيها من رئيس الوزراء ومن وزير خارجيته بأن ينتقدوا إسرائيل على ضمها لأجزاء من أراضي الضفة. لا يمكن أن نقارن فيصل خوري بمروان طبار. طيب أنا بدي أسأل، معلش بدي أنتقل للأستاذ حسن أو يمكن حتى يعرج الدكتور نور، بما أنه هو رئيس اتحاد الفيدرالي الاتحاد العربي الكندي اللي هو الكاف، بما أنه هو أكبر المؤسسات السياسية في كندا للعرب. ما هو دور الجالية العربية الحالي وكيف يمكن مقارنة هذا الدور أو هذه الصورة في الواقع الحالي مع الجاليات الأخرى، سواء الأرمن، اليونان، الإيطاليين، السيخ، الهنود اللي موجودين، هم أقليات زينا زيهم لكن لهم تأثير قد يكون أكثر وقد يكون أقل. أنا بدي أعرف إذا في مقارنات، في أرقام، في أي شيء ممكن نوضح الصورة للجالية العربية، أين نحن منهم؟ السؤال لألي، السؤال لألي أو للدكتور نور؟ الدكتور نور حيعرج عليه في النهاية. طيب أخي العزيز، المشكلة هي في الجالية، وليس فقط في الجالية، هو في تعريف الجالية. من هي جاليتنا؟ من نحن؟ نعم. يعني حتى الكثيرون منا عندما تركوا بلادهم الأصلية لم نكن متفقين على هوية عندما كنا في بلادنا الأصلية. ترى من يقول أنه لبناني أو أنه عربي أو أنه مسلم أو أمازيغي أو كردي، أو يعني النخرة فينا. هنالك الكثيرون ممن يحتجون على سايكس بيكو، ولكن بدل أن يكون سايكس بيكو مجرد تقسيم لبلاد الشرق الأوسط، وصلت إلى تقسيم بيوتنا. يعني الآن عندما نتحدث عن الجالية هنا في موريال، أتصور أن عندما أتحدث عن موريال أو كيبك قد أتحدث عن كندا ككل. ترى المؤسسات التي تعمل في صفوف الجالية، ترى المؤسسات الجمعيات المغربية أو الجزائرية أو اللبنانية ولا تتفق فيما بينها، وبالتالي استطاعوا يعني عندما يأتي مثلا الجاليات الأخرى، تحدثت أنت تفضلت عن السيخ. السيخ يا أخي عندهم أتصور، قد أكون مخطئا، ولكن أتصور أن هنالك 5 وزراء ليس نواب، 5 وزراء سيخ في حكومة السيد ترودو، ورئيس حزب الديمقراطي الجديد من السيخ أيضا، وهم عددهم لا أقل من نصف عددنا نحن، ولكنهم متحدون واستطاعوا أن يصلوا ويستطيعون، لا يختلفون فيما بينهم، لا يعادون بعضهم البعض بسبب الأحزاب. يعني مثلا عندنا، أنا عندما ترشحت شخص كمستقل، هنالك الكثيرون للأسف من أبناء الجالية الذين حاربوني لأنني تجرأت وترشحت ضد الحزب الليبرالي، مع أنني أنا لما ترشح ضد الحزب الليبرالي، أنا كنت مرشحا رسميا للحزب الليبرالي على أن أكون عضوا في البرلمان، واحتمال كبير أن أكون وزيرا أيضا. أنا لما تخلى عنهم، هم الذين تخلوا عني، ولكن عندما تخلى عني الحزب الليبرالي اصطف الناس وراهم، لأنهم كانوا خائفين من أن يصل أندرو شير إلى السلطة وأن يصل المحافظون إلى السلطة فأصبحت حربا شعواء. التعددية لم تدخل ثقافتنا بعد،
يعني إن إما أن تكون معي أو أن تكون عدوي. بينما ترى أن السيخ في عندهم من كان ينتخب الحزب الديمقراطي الجديد، وعندهم من كان ينتخب الحزب الليبرالي، وكذلك عند الطليان وعند اليهود وعند الجميع. يعني المواطن ينتخب كمواطن، كعضو فاعل في المجتمع، كعضو فاعل في البلد، وكعضو فاعل في جاليته. لا، قد تخطئ وقد تصيب، ولكن لك حرية الخيار. للأسف هذه عقلية الرأي والرأي الآخر والتعددية غير موجودة في ثقافتنا. والآخرون ينظرون إلى هذه الجالية، يعرفوننا أكثر مما نعرف أنفسنا. إذا لماذا يخافون؟ لماذا سيحترم رأينا إن لم نكن نحن أنفسنا نحترم رأينا؟ يعني كما قال لي السيد ديوريو الذي كان هو النائب في الدائرة قبلي، ولا أزال حتى الآن عندي علاقة جيدة معه، قال لي أن كما قلت لك أن الطلياني يقف في الصف 4 ساعات ويفتش عن اسم واحد طلياني على اللائحة ويصوت له، بينما العرب لا ينتخبون ولا يصوتون ولا يتبرعون إلى الأحزاب للأحزاب. يعني كيف تريد أن يحترم رأينا إن لم يكن عندنا رأي؟ يعني المهم أو قبل كل شيء أن نصل إلى مرحلة من احترام الرأي واحترام الرأي الآخر، والاعتراف أننا جالية ولكن في متعددة الأطراف، بدل أن نقول جاليات، لا، بإمكاننا نقول أننا جالية عربية أو عربية إسلامية إذا شئت، لأن يأتيك الأمازيغي من شمال المغرب يقول أنا لست عربيا مثلا، أو الكردي من العراق قد يأتيك ويقول أنه ليس عربيا وأنا أفهمه، ولكن عندي مصالح هي نفسها مصالحه، عندي اهتمامات هي نفسها اهتماماته. اللي يجب أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نتفق على القواسم المشتركة التي تهمنا جميعا، سواء يعني أنا وأنتم، ولا أتصور أن أحدا منكم عندما نتحدث عن الجالية العربية نتحدث عن العنصر العربي أو الإثنية العربية، نتحدث عن قواسم مشتركة، عن ثقافة مشتركة، عن جذور مشتركة، ولكن ليس بالحقيقة. قد يكون أي واحد منا من أصل كردي أو أمازيغي، الله أعلم، صحيح، ولكن هذه العقلية غير موجودة للأسف. مطالب مهندس حسن، يعني أنت قصدك أنه بغض النظر أنت مين تنتخب، كعربي موجود في كندا تنتخب الحزب الأول أو الحزب الثاني أو الحزب الثالث، المهم أنه نحترم آراء بعض ونشارك في العمل الانتخابي بغض النظر يعني تجمعنا. لكن طبعا. دكتور نور حاب تضيف شغلة، يا شايفك تفضل. أنا صراحة بدي أعقب على شيء قاله الأخ حسن. أنا لا أريد أن أقارن بين أبناء الجالية العربية والطليان أو اليهود أو الأوكران، بغالبيتهم هم متجذرون في كندا، لكن المقارنة والمقاربة مع السيخ هي واضحة جدا. السيخ ليسوا مجتمعون. أنا حضرت السيخ في مؤتمر الحزب الليبرالي في العام 2006 في مونتريال، كان هنالك 8 مرشحين للانتخابات على زعامة الحزب، وكان السيخ منقسمون إلى في 8 مؤسسات، والبعض منهم كان لا يتكلم مع البعض الآخر. لكن ذلك المؤتمر، كان في ذلك المؤتمر 4890 ديليجيت أو مؤتمر عضو في المؤتمر، وكان هنالك 455 من جالية السيخ. لم يكونوا موحدين، لكن 10% 9% تقريبا من المجموع. هذا جعلهم يدخلون السياسة من الباب في المنطقة الأول. في النقطة الثانية، عندما وصل الحزب الليبرالي إلى الحضيض في العام 2011، السيخ دخلوا في الحزب الليبرالي بقوة، مع أن السيخ كأيديولوجيات في وقت ضعفه، في وقت ضعفه لم يكونوا، كانوا في الحزب المحافظين. أول وزراء للسيخ كانوا مع ستيفن هاربر. ستيفن هاربر كان عنده وزيرين سيخ في الحكومة. وعندما جاء
ترودو إلى الانتخابات، توماس مولكير كان عنده رالي في أدمنتن 4000 شخص في قبل أسبوعين، كما قال أخي حسن كان قاب قوسين وأدنى أن يصبح رئيس وزراء. نافديب بينز الوزير الحالي نظم لترودو احتفالا في برامتون حضره 7000 شخص، غطى على توماس مولكير معظمهم من السيخ، ودخلوا إلى الانتخابات في الباب العالي. الجزء الثاني، الأحزاب هي مثل ستوك ماركت، مثل البورصة، عليك أن تستثمر عندما تكون البورصة ضعيفة وليست في أوجها، فعليك أن تدخل في الأحزاب وهي ضعيفة، هنالك يمكنك أن تؤثر. السيخ كان لهم بحدود 25 مرشح في الانتخابات الماضية في 2015، 18 منهم نجحوا في الانتخابات، مما حدا بترودو إلى أن يكون عنده 4 وزراء في تلك الحكومة. هذا لم يحصل من قبل في أي حكومة سابقة. علينا أن نتعلم هذه الدروس للمستقبل. نعم، أعتقد الكلمة اللي حكاها الدكتور نور إنه زي الستوك ماركت، هاي لازم يحفظها. طيب أنا حناقش على النقطة هذه. إحنا اليوم نتكلم إنه الأحزاب ستوك ماركت، ولازم تدخل الحزب وهو ضعيف، وبنفس الوقت تكلمنا عن التصويت الاستراتيجي ودخلنا الحزب وهو ليس بالضعف ولا بالقوة ولكن قويناه، وكان هناك الـ NDP بشكل قوي يفرض نفسه على الساحة وهو ضعيف وربما كان الأضعف في تلك الفترة، وقد نؤثر فيه استراتيجيا. فلو فكرنا استراتيجيا، وأنت مدير وأنت يعني أستاذ في التخطيط الاستراتيجي، لو فكرنا استراتيجيا حقيقة كان المفروض يكون مع الـ NDP وليس مع الليبرال حتى نقوي كفة الليبرال، ولكن هذا ما حصل. الأمر الآخر، إحنا الآن نتحدث عن انتخابات للجالية ونتحدث عن الجالية، هل الجالية تؤمن حقيقة أننا سنؤثر وأننا سنغير لصالحها؟ ثم دعني بس دعني أضيف السؤال الأخير وكمل، ثم ما هي مصلحة الجالية من وصول فلان أو فلان في الانتخابات البرلمانية وفوزهم في البرلمان وهم شاهدوا أمثلة لم تؤثر كثيرا على مصلحة أو في مصلحة الجالية؟ ما هي أهمية أن يكون هناك ممثل؟ مهم جدا أن ننخرط بالسياسة، والسياسة هي في الأحزاب قبل البرلمان. نعم. علينا أن نكون مؤثرين داخل الأحزاب، أن يكون لنا موظفين داخل الأحزاب، مسؤولين في إدارات في الأحزاب، في دوائر انتخابية، في 338 دائرة انتخابية، كل منطقة، كل الأحزاب عندها رايدينج أسوشيشن، نحن لسنا موجودين في هذه. فأنا من خلال خبرتي أريد أن أدعو أبناء الجالية العربية أن ينخرطوا في الأحزاب. لن أقول لهم ادخلوا في أي حزب، انشروا انظروا إلى كل الأحزاب، والحزب الذي ترونه يجيب على تطلعاتكم ادخلوا في ذلك الحزب، إذا كان البلوك كيبكوا ولا الـ NDP ولا الجرين ولا كونزيرفاتيف ولا ليبر. هذا أولا. ثانيا، أبناء الجالية هم منخرطون في كل الأحزاب بأعداد قليلة، علينا أن نجمعهم داخل تلك الأحزاب. سأقول لكم مثل بسيط. في الانتخابات لزعامة الحزب الليبرالي في مقاطعة أونتاريو، الانتخابات الماضية الحزب الليبرالي في مقاطعة أونتاريو كان عنده حكومة أغلبية، خسر موقعه كحزب رسمي، حصل على 7 نواب، والحزب الرسمي يجب أن يكون لديه 8 نواب في المقاطعة و12 نائب في الفيدرال. كانت خسارة شنيعة يعني. كانت خسارة شنيعة. هل هنالك إعادة بناء للحزب؟ نظمنا حالنا كمجموعة من أبناء الجالية العربية، كان لي اتصالات على مقاطعة أونتاريو كل،
مع مجموعة كبيرة حوالي 20 ليدر من أبناء الجالية العربية للعمل مباشرة، وفيما ذلك أصرينا على أن نكون نحن كمواطنين كنديين في أونتاريو لدينا مواقف من أمور كثيرة، من البيئة والصحة والتعليم والاقتصاد وتعديل الشهادات وما إلى ذلك، وليس فقط السياسات الخارجية. السياسة الخارجية مهمة في المستوى الفيدرالي. ذهبنا إلى المؤتمر العام في أونتاريو وكان عندنا 94 عضو مؤتمر من أبناء الجالية العربية من الجروب أو المجموعة التي نظمناها. 94 وهؤلاء جاءوا من وينزر ولندن وأسكس وإيجاكس وتورونتو ومسيساغا وهاملتون وأوتاوا ومن جميع مدن أونتاريو. في لقاءاتنا مع أحد المرشحين تكلمنا مع الكثير. عندما سمع المرشحون أننا ننظم نفسنا أصبحوا يتصلون بنا. كان هنالك عدة إشارات جعلت من المرشح الأبرز ستيفن دالدوكا يتصل بي ويقول لي I thank you for your leadership، لأنه عندما تكلم مع مجموعة من الشباب قالوا له نحن ندير هذه الحملة بطريقة منظمة، والشخص الذي يتكلم باسمنا هو نور القادري، فكلمني وقال لي أنا أتمنى أن أحصل على دعمك، وجاء إلى عدة فعاليات نظمناها وأعطاني تليفونه شخصي وقال أنا أريد مساعدتكم لأن يكون هنالك مرشحون من أبناء الجالية العربية في مناطق من winnable ridings، في مناطق يمكن أن يحصل الفوز فيها، وأنا أريد مساعدتكم في هذا المجال، لأنه رأى تنظيمنا المميز. نحن الآن نقوم بنفس الفعالية مع حزب الخضر، هنالك عدة مرشحين والمرشح الأبرز ديمتري لاسكاريس وهو الأقرب إلى أبناء الجالية العربية، ونعمل على مستوى كندا لأن نساعد ديمتري لاسكاريس لأن يفوز بزعامة حزب الخضر. بمنظور ثاني، سيد زياد أبو الطيف وهو نائب عن حزب المحافظين، تكلمت معه عدة مرات، هو يقوم بتنظيم أبناء الجالية العربية، وأنا أعرف الكثير من أبناء الجالية العربية المنضويين تحت حزب المحافظين. نعم. وقمنا بعدة اجتماعات لأن نساعد المجموعة بأن يكونوا صوتا واحدا داخل مؤتمر حزب المحافظين الذي كان مقررا أن يكون في 7 حزيران ولكنه تأجل. وجودنا ككتلة قوية معا في الأحزاب قد يغير نظرة الزعامات لنا. يبقى نقطة وحيدة أريد أن أضيفها وهو شيء مؤسف جدا، أن أصحاب رؤوس الأموال من أبناء الجالية العربية يبيعون أنفسهم في معظم الأحيان إلى ذلك الزعيم أو ذلك الزعيم من دون أي مردود. يعني أنا هنالك أشخاص أصدقاء لي هم رؤساء شركات يملكون الأموال، ترودو وقبل ترودو مارتن وكريتيان وترودو الأب يفتخرون أنه زار بيتهم وتبرعوا له بالأموال الكثيرة، وعندما أسألهم ماذا حصلتوا هذه صورتنا على الحائط معهم. بينما أبناء الجاليات الأخرى هنالك توأمة بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي والتبرع. نقطتي على أبناء الجالية العربية أن لا يتبرعوا كأشخاص للأحزاب ولا لأي حزب إلا بمجموعات، وأن يكون التبرع منضويا مع سؤال نريد منك موقف،
من أي شيء، من التعليم أو من الصحة أو من أي يا ف يعني نقطة مهمة جدا دكتور نور، إنه أنت يعني مندمجين باسم الاتحاد العربي تحت بتنظيم حملات أو تجمعات داخل الأحزاب، وهذا شيء مهم إنه ما نكون إحنا زي اللي بيحكوا بحط كل بيضاته بسلة واحدة، لازم يكون عارف وين يروح وين يجي واستغلال الوقت. أنا بدي أسأل سؤال المهندس حسن، في أحد الأصدقاء علق بسؤال، يعني أنتوا كلاكما من الناس اللي إجوا من الجيل الأول وليس الجيل الثاني، لكن في ناس كتير بتقول لك الجيل الأول اغسل يديك منه لن نحصل منه شيئا، لأنه جاي بعقلية اللي جات من بلادنا، العقلية السياسية هذه، ننتظر الجيل الثاني. وهذا طبعا أنا أعتقد أنه هاي إبرة مورفين، لكن بدي أسمع منكم، هل فعلا الجيل الأول لا يصلح لشيء ولن يستطيع الاندماج في العمل السياسي ويجب أن ننتظر الجيل الثاني، أم تتوقع أنه لا ممكن؟ إيش رأيك أستاذ حسن؟ أخي العزيز، آمل أن يكون عندي الوقت الكافي لسؤال للإجابة على هذا السؤال الذي وضع يده على الجرح. أولا، هذا عندما كان الناس يقولون أن العرب إرهابيين أو المسلمين إرهابيين لأن شخصا معينا عربيا أو مسلما قام بعمل معين في مكان معين من العالم، هذا التعميم كلام مرفوض، وكما كنا نرفضه عندما كان الآخرون يضعون في بوتقة واحدة، نرفضه عندما نضع أنفسنا بعضنا البعض في هذه البوتقة. عندما يتحدث الناس عن الجيل الأول والثاني والثالث، نتحدث نحن عن الاندماج. ما هي مواصفات الإنسان ليعرف المجتمع الكيبيكي أو المجتمع الكندي ولينخرط في هذا المجتمع؟ لا أريد أن أتحدث عن الجميع، سأتحدث عن تجربتي الشخصية لأنني أعرف تجربتي الشخصية وكثيرون يعرفونها. أنا أتيت إلى هذه البلاد عام 1974 وتخرجت من عدة جامعات من هذه البلاد، درست الهندسة في كونكورديا، بكالوريوس وماجستير في عقل الطيران، ودرست الحقوق في جامعة مونريال، الهندسة بالإنجليزية والحقوق بالفرنسية، وعملت في عدة شركات وكانت آخرها مديراً لبومبارديه، مديراً في بومبارديه التي هي أكبر شركة لصناعة الطيران في كندا، وكنت في كل المجالات أتحدث عدة لغات طبعا بما فيها العربية والفرنسية. عندما نتحدث عن جيل جديد أو قديم أو كذا، لا، ماذا يقصدون؟ هل هو معرفة المجتمع الكندي أم مجرد تاريخ جواز السفر؟ لن يسألك أحد عن تاريخ جواز السفر، سيسألونك ماذا تعرف عن المجتمع الكندي وماذا بإمكانك أن تقدم لهذا المجتمع الكندي، وهل أنت مستعد أن تتصرف كمواطن كندي أم لا؟ الذين يقولون مجتمعا جيلا جديدا أو جيلا قديما، باستطاعتي أن أقول لهم أنني كندي أكثر بكثير من الكثيرين الذين ولدوا بعد 1974 و75 و80. إذن المسألة ليست مسألة العمر ولا مسألة تاريخ الوفود إلى كندا بقدر ما هي درجة الاندماج والتفاعل ومع المجتمع التي نحن فيه. أنا من الناس الذين يدعون دائما للانخراط في المجتمع. كنت عندي ملاحظة كنت أقولها كثيرا عن بعض الإخوة اللبنانيين، كنت أقول عنهم وقد تنطبق على 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 الإخوة من جميع الأقطار العربية، كنت أقول عن بعض منهم ليس الجميع أنهم يعيشون في كندا كلبنانيين ويذهبون إلى كندا إلى لبنان فيصبحون كنديين ولا ينجحون في لبنان ولا ينجحون في كندا. وهي في كل الدول العربية. أنا وهذا الكلام ينطبق على الكثيرين من كل الأقطار العربية. أنا أقول لهم أنا في كندا كندي وفي لبنان لبناني وفي مصر مصري. علينا أن نتأقلم مع البلد الذي نحن فيه، وعلينا أن نقدم للبلد الذي نحن فيه. نحن هنا نستنشق الهواء الكندي ونشرب الماء الكندي ونزرع غرزنا في التراب الكندي، فلنكن كنديين ونقدم لهذا المجتمع الذي استقبلنا. طيب، أما أن نحرم الجالية من قدرات الكثيرين من أبنائها الذين ضحوا بعرق الجبين وبساعات السهر ليتعرفوا على المجتمع الكندي وليعرفهم المجتمع الكندي وليعرفوا المجتمع الكندي، أن نضحي بكل هؤلاء لمجرد أنهم ولدوا في مكان آخر،
أتصور أنه تجنن على الأشخاص، وتجنن على الجالية، وتجنن على كندا نفسها. كندا بحاجة لجميع أبنائها. نعم. والدكتور نور وأنا منه. شكرا أخي حسن، اسمح لي أعقب بس بشيء بسيط. أنا أتفاعل دوما مع الجيل الجديد، كوني أستاذ في الجامعة، أنا بكبر وهني بيظلوا نفس العمر، فدائما على مدة 18 عاما ألتقيهم وأتكلم معهم، بالأخص أبناء الجالية العربية، غالبيتهم لا ينخرطون في السياسة، البعض يسمون informed أو يعرفون عن السياسة. فوجئت كثيرا عندما قمت بعدة حلقات في مدينة مسيساغا مع الأرب كنديان فوت، أنه هنالك الأعداد الكبيرة من أبناء الجيل الثاني الذين ولدوا هنا ليسوا مهتمين في السياسة، ولكن يهتمون بشكل أكثر اليوم عندما يقول لهم آباؤهم وأمهاتهم عليكم أن تنخرطوا في السياسة وأن تتعلموا أكثر فأكثر. المشكلة هي ليست عند أبناء الجيل العربية في الجيل الثاني، المشكلة هي عند كل العرب، عند كل الكنديين ككل. يوث الشباب لا ينخرطون في السياسة في كندا. معظم الأحزاب الكندية، إذا نظرت إلى أعداد المنتسبين إلى كل الأحزاب الكندية الفيدرالية، هم أقل من 1% من عدد سكان الكندي. يعني بمؤتمر حزب الـ NDP 124 ألف واحد صوتوا، انتسبوا 67 ألف صوتوا. بمؤتمر الحزب الليبرالي وحاليا مؤتمر حزب المحافظين، أقل من 200 ألف كندي ينتمون إلى الحزب، وهؤلاء في أوج الريكروتمنت، يعني هنالك أكتيف ريكروتمنت، ناس تدعو للانتخابات وداخل الحزب والتصويت، وهنالك وان تايم فوترز، يعني ناس تدخل لمرة واحدة لتدعم مرشح معين، ويصلون في الأقصى إلى 200 ألف، يعني المجموع ككل في كل الأحزاب الكندية هو أقل من 500 ألف. طيب دكتور نور، إذا سمحت لي، يعني إذا كنا إحنا بنشوف كندا بهذه الصورة، وأن الناس اللي موجودين منخرطين بالسياسة عددهم لا يزيد عن 1%، فكيف نعتب على جالية من هذا المجتمع كله أن لا يكون لها اهتمام بالسياسة؟ هذا أولا. ثانيا، الجالية أو أي حد يعمل بالسياسة ويشغل نفسه بالسياسة يجب أن يكون له دافع للعمل السياسي. الكنديين، أنا برأيي أن الكنديين ليس لهم دافع اللي موجود عند بلادنا، مثلا في بلادنا، لينخرط في السياسة. الأحزاب أصبحت كأنه الحكم فيها كوتا وتداول ما بين حزبين، فأين المشجع في الأمر حتى ينخرط بالسياسة؟ البلد، الدولة، يعني يقودها تكنوقراط، هناك ناس مهنيين يقودون البلد، والسياسة الأحزاب، يأتي الحزب، يذهب الحزب، يرجع الحزب، يندثر الحزب، في النهاية البلد تمشي باتجاهها، والتغيير يكون تغيير طفيف على بعض القوانين اللي ربما يكون لها علاقة بأمور خارجية أكثر ما هي أمور داخلية. العربي الآن، أريد أن أعود للعربي، ما هي فائدة العربي اليوم؟ أنا وجدت التجمع الوحيد اللي تجمع فيه العرب حتى يعملوا شيء، وكان عددهم لا أظن أنه مؤثر، والتأثير كان لأسباب أخرى، هو وقت لما كان انتخابات لأونتاريو لبروفنس، وكان الموضوع في السكس اديوكيشن، والسكس اديوكيشن هذا لن يتكرر، وربما إحنا الموجودون هنا مجموعة منا، بجزء ثلاثة منا من الأربعة يخالف التوجه والاهتمام في ذلك الوقت، وترجيح الكفة على كفة بهذه الحجة. يعني ما هي الأهداف التي تريد العربي أن يتعب ويشقى ويهلك ويعمل كل جهده حتى يهتم بالسياسة، التي في النهاية ينظر له فيها على أنه نشاز داخلها بالغلط؟ خليني أعطيك المبرر. نعم. انظر إلى الحكومة الكندية، عدد visible minorities بالحكومة الكندية حطوا كوتا أنه بدهم يوصلوا لها 8.3%،
اليوم الأعداد هي أقل من 4%، والعرب والمسلمون مهمشون، يعني في بعض الدوائر لا يمكنك أن تدخل إليها تحت ذريعة security clearance وما إلى ذلك. Youth unemployment، وهذه statistics موجودة، أبناء الجالية العربية second generation خلقانين هون ربيانين بكندا متخرجين من الجامعات الكندية، بس لأنه اسمه بيختلف عن أسماء المألوفة في كندا، الـ unemployment rate is double عند الـ Arab Canadian youth. فمن شان هيك مهم جدا أنه ينخرطوا لحتى يغيروا هذه المفاهيم. وانخراطهم لأبناء هذه الجالية يجب أن لا يكون بناء على أيديولوجيات، دعهم ينخرطوا لأنهم يهتمون بالبيئة أو بالتعليم أو بالصحة أو أو بالجوبز أو بأي شيء ثاني من اهتماماتهم، لأنه هذا سيكون في ميزان فوائدهم، حتى لا يكون هنالك سؤال لماذا العربي بدون شغل أكثر من المينستريم كنديان، بينما هو ولد في هذا البلد وتعلم في هذا البلد. هذه من ناحية. من الناحية الثانية، الجيل الأول الإيميغرانتس وهو كبير، بعدنا اليوم نحن نعاني، يعني أغلب الناس يقولون لك أنه ما عندنا طبيب عائلة، بس أبناء الجالية العربية والإثنيات ككل، المهاجرين، الأطباء، المهندسين، المحامين، الصيادلة، معظمهم لا، هنالك عوائق كثيرة وعقبات لتعديل شهاداتهم. يعني أحد أهم الأمور التي بحثناها مع ستيفن دلدوكا، نحن نريد تعجيل لهذا الأمر في مقاطعة أونتاريو على الأقل بموضوع recognition of foreign credentials. ما بيجوز لطبيب له 10 سنين ممارس في لبنان أو بالأردن أو بفرنسا أو بالجزائر، مجرد لدخول لأونتاريو يقولوا له أنت كطالب عليك أن تقوم بامتحانات لمدة 2 سنين حتى نقبل ما قمت، حتى نقبل شهاداتك. فهنالك الكثير من الأمور التي تجعلنا محفزين أكثر للعمل. الجزء الثاني، إذا أنت كنت تريد أن تؤثر وتعرف أن التأثير من خلال الأحزاب هو مهم جدا، وأن الكثير من الكنديين لا يأبهون، لماذا لا يكون لنا شأن مثل الجالية الطليانية أو الجالية الأوكرانية أو جالية السيخ، وهم بأقل أعداد منا بكثير ومفرقين أكثر منا. أنا أذهب إلى الجوردوارا وأعرف تفاصيل الخلافات الموجودة، قد لا تكون دينية ولكن هي خلافات أعمق وأعمق ما يكون عند أبناء الجالية العربية، لكنهم منخرطون. علينا أن ننخرط بالسياسة وأن ندخل في السياسة. والجزء المهم والأكثر، أن الكثير منا يريدون أن يترشحوا إلى الانتخابات، هذا ليس المدخل الصحيح إلى السياسة. علينا أن ندخل إلى الأحزاب ونعمل داخل الأحزاب. أنا عندما دخلت إلى الحزب الليبرالي في العام 2002، بال2003 شاركت في عدة nominations، بال2004 كنت على الرايدنج أسوشيشن، كنت أشتغل بستافينج انفلوبس وفون كولز وسكريبتس، وبال2006 بعدين صرت بالإكزيكتيف، وبال2007 ترشحت للانتخابات. فالعمل العام داخل الأحزاب، مش أنه بس الكثر، جاني أكثر من تليفون بالأسبوعين الماضيين من ناس يريدون أن يترشحوا إلى الانتخابات، ليس لديهم ممبرشيب بحزب. وهنالك أناس دخلوا في المعترك السياسي بالمنظور الحظ، ساهموا. لن أدخل بحيدة، فيصل الخوري اشترى ممبرشيب بالليبرال بارتي لتيار يترشح للانتخابات، لم يكن عضوا في الحزب الليبرالي من قبل، وترشح واجت الريد ويف وربح الانتخابات وصار نائب في البرلمان. وهنالك أناس فنوا أعمارهم داخل الأحزاب ولم يحالفهم الحظ. طيب، أنا في عندي سؤال من أما، سؤال كتير مهم.
لكن بدي ألخص الشغلات اللي حكيتوها كيف ممكن ننخرط في العمل السياسي. أول شيء نندمج في الأحزاب السياسية بغض النظر عن هي يمينية أم يسارية أم هي متوسطة، لازم نندمج ونكون مؤثرين في الحزب السياسي. التبرعات لازم من الأفضل أنها تكون عن طريق جمعيات بشكل كبير حتى تظهر هذه التبرعات. التطوع زي ما حكيت دكتور نور، بحيث أنه حتى من تكبيس أوراق أو اتصالات أنك تكون تعرف شو الاستراتيجية، كيف بتصير تلعب السياسة. والشيء الرابع طبعا هو المهم، نروح نصوت. يعني هذه الطامة الكبرى، انه بنوصل لمفتاح الباب وبنكب المفتاح. تفضل استاذ حسن. بسرعة اخي، قرأت عدة اسئلة على الشاشة، وكما لاحظت ان الناس تتساءل لماذا يترشح العرب. اصلا اذا ترشح فقط لانه عربي سيفشل ولن وقد لا ينجح في الانتخابات. نعم، هذا السؤال اللي جايك انا، هذا سؤال اما بتقول لك ألا انا احث كل الاخوه والاخوات ان ينخرطوا في العمل السياسي، وكما قال اخي وحبيبي الدكتور نور، ليس فقط للترشح، الكثيرون يريدون ان يدخلوا في السياسه ليترشحوا، كمن يريد ان يدخل الجنه ولم يصلي لله ركعه واحده. نعم. ولم يسجد لله سجده واحده. انخرط في العمل السياسي، قدم ما بإمكانك أن تقدمه، وقد تصبح نائبا في البرلمان وقد لا تصبح. ولكن عندما تنخرط في العمل السياسي ليس فقط من كعربي، وليس فقط للدفاع عن قضايا خارجية، قضايا البيئة تهمنا كمواطنين كما تهم غيرنا من المواطنين، قضايا التربية، قضايا الصحة، قضايا هذه الأمور كلها تهمنا كمواطنين. وعندما يأتي العربي ليترشح يجب أن يترشح ككندي يريد أن يخدم المجتمع الكندي بكل أطيافه بما فيهم العرب. ولكن بما أن العرب وغيرهم من الأقليات عندهم حقوقهم مهضومة وهنالك تمييز، يصبح على كاهل السياسي العربي كما قد يكون على كاهل السياسي اللي هو من هايتي أو من مكان آخر، على كاهله حملان، حمل تمثيل المجتمع الكندي ككل، وحمل آخر هو تمثيل المضطهدين والمسحوقين، والذين أنا كنت دائما خلال حملتي الانتخابية أقول سأعطي صوتا لمن لا صوت له. وهذا ما يجب أن نقوم به. أما أن نأتي وفقط لأنني عربي، عندنا في الجامعة، نور يعرف لأنه في الجامعة، لم أدخل أي جامعة إلا وفيها دكاترة عرب كثر، ولم أدخل إلى أي مستشفى إلا وفيها أطباء عرب كثر، ولكن الطبيب العربي في المستشفى أو الطبيب العربي في الجامعة لم يدخل فقط لأنه عربي، دخل لأنه طبيب أو لأنه دكتور جامعة. وهذا ما علينا أن نقوم به في كل المجالات بما فيها المجال السياسي. إذا ممكن أنه يدخل ويكون حامل، وهو الأهم هذا اللي حكيته، أنه يكون حامل القضايا الكندية معه، وممكن يمثل جزء من القضايا العربية. يعني يا أخي كما يريد، أنت عندك عائلة يا أخي، تريد أن لا تريد أن تميز بين ابن وبنت أو بين ابن وابن آخر، ولكن طيب. عندما يكون عندك أحد أبنائك لا سمح الله مريض، تهتم بالمريض حتى يشفى. وبالتالي في مجتمعنا هنالك شرائح من المجتمع بإمكاننا أن نقول أن لأنها مهمشة، قد نقول أنها مريضة تحتاج للدعم وللمساعدة. المهمشون من عرب، من هايتيين، من لاتين، من أمريكا اللاتينية، من أولئك الذين أتوا من بلاد أخرى، كما قال الدكتور نور، المعادلات، الشهادات، التمييز في الوظائف، هنالك أمور كثيرة. وبالتالي حتى كسياسي كندي وإن لم يكن من أصل عربي، عليه كمواطن كندي أن يهتم بأمور المهمشين. يعني أنا أعرف حالات خاصة كثيرة، يقدم الشخص سيرته الذاتية باسمه كحسن أو نور أو جمال أو محمد ويرفض، يكتب نفس وحصلت حتى خرجت في الجرائد بالإعلام نفس السيرة الذاتية ولكن باسم آخر، باسم إنجليزي أو اسم فرنسي، ويطلب ويعطى الفرصة لأن يعني يأتي لمقابلة للتوظيف. مجرد أن يقرأ أن الاسم اسم
غير معتاد، حظوظه لا أقول فقط تنقص وإنما تسقط إلى الحضيض. وبالتالي الرجل المهتم بالسياسة إن كان إذا كان شريفا حتى ولم يكن من أصل عربي يجب أن يعمل من أجله لخدمة هؤلاء المهمشين. طيب اسمحوا لي أنا يعني أنتقل قليلا ل يعني المنظمة التي تمثل العرب في هذا المجال الكاف. وطبعا حين يكون دكتور نور معنا وهو على رأس هذه المنظمة فلابد أن نلجأ له ليفسر لنا الأمور. يعني هذه منظمة يفترض أنه حتى لو كل العرب لم ينتبهوا لأهمية وجودهم في العمل السياسي ولأهمية انخراطهم في العمل الحزبي، هذه المنظمة بالتأكيد أخذت على عاتقها أن يعني توجه وتعمل من أجل هذه الغاية وهذا الهدف. المنظمة مرت في مراحل كثيرة، بالتأكيد في مراحل كان المنظمة تعيش صعوبات وتحديات، ولكن في مراحل كانت المنظمة تعيش فيها حالة من الهدوء، وفي مراحل كانت في بدايات الإنشاء وأخذت الترخيص والموافقات، وبالتالي كانت مرحلة للتخطيط ووضع الخطط الاستراتيجية والبدء في العمل فيها. الآن أنت بعد أن وصلت إلى هذا الموقع من المنظمة من هذه المؤسسة، هل أولا هل أنت راض بالجملة عن أداء المؤسسة؟ وماذا تظن أن المؤسسة كان يمكن أن تفعل ولم تفعله؟ سؤال مهم جدا أخي محمد. أبناء الجالية العربية عليهم أن يتنظموا كأفراد وجماعات، وكان حمل وعبء على أن نقوم بالاتحاد العربي الكندي لنلعب هذا الدور ودور اللوبي. الاتحاد العربي الكندي هو منظمة عمرها 52 سنة إلى الآن، مرت بمراحل صعبة بالأخص عندما قطع عنها الدعم المادي السيد جيسون كيني عندما كان وزيرا للهجرة، على خلفيات أخرى منها موضوع اللوبي الإسرائيلي ولم نعود ولم يعد هذا عندما دخلت إلى الاتحاد العربي الكندي دخلت وهو في موضع صعب مع الكثير من أبناء الجالية العربية للعمل على إنقاذ أقدم مؤسسة عربية حتى تعود إلى الواجهة. هنالك حتى لا أخفي عليك عدة صعوبات بين أبناء الجالية العربية، أهمها أن المؤسسة الكبرى التي هي مظلة للجمعيات العربية كانت في أغلب أحيانها مركزة على العمل في تورونتو والجي تي اي، واليوم علينا أن ننقل على العمل اللوبي إلى مركز القرار وهو في العاصمة الكندية أوتاوا. هنالك دستور قديم قمنا بتعديله ودفعه إلى الأمام، وكنا نحن الآن بإعادة بناء مؤسسة شبه مهدمة، والحمد لله كان لنا نجاحات كثيرة وكان عندنا عدة إخفاقات ودروس نتعلم منها إلى المستقبل. ما أفخر به هو أننا سنسلم في المرحلة المقبلة العمل على في الاتحاد العربي الكندي بوضع أفضل من الذي استلمنا عليه، ونعود ونكون قد بنينا جسور ومداميق قوية ليبنى عليها في المستقبل. كوني ناشط وفاعل في السياسة كنت بأخطاء بعدة أخطاء، كنت أريد أن أسير بمئة كيلومتر في الساعة والجالية ليست مهيئة لتكون في نفس السرعة. فنحن الآن في إعادة هيكلة، هنالك تعديل في الدستور، هنالك
تعديل لتكون مؤسسة الاتحاد العربي الكندي grassroots organization. تواصلنا مع العديد من المدن المهمشة في أدمنتون، في كالجاري، في فانكوفر، في هاليفاكس، في مونكتون، في نيو برانزويك، وتمددنا حتى في عدة مناطق وينزر أونتاريو. بعد أعتقد أن الاتحاد العربي الكندي سيكون له شأن أكبر في العمل السياسي في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله يمكننا أن نعطي أبناء الجالية العربية وبنات الجالية العربية ما يستحقون لنكون المؤسسة التي تفخر بأبنائها وأبنائها يفتخرون بها. يس، أنا بدي أركز على شغلة دكتور نور، يمكن ما بعرف الكاف هو اسم، اللي بيقوم فيه هو من يفعل، يعني المؤسسة هاي أو الجمعية هاي هي لن تقوم بعملها بس لأنه في اسم، لازم يكون في ناس، لازم يكون في ناس أكتف، لازم يكون في ناس إلهم مصلحة يخدموا الجالية، وبالتالي انضمام أي شخص. وأتوقع أنه الآن أنتوا تركيزكم كمان على ضم الجمعيات داخل كاف، بحيث أنه يكون إلها أمبريلا أو لوبي واحد، وهذه طبعا شيء جديد I think الدكتور نور أدخله، لأنه كانت فقط أعضاء، الآن عم تدخل بطريقة أنه تدخل عن طريق جمعيات، وهذا شيء جديد وجميل. لكن أجين بنحكي أنه مش شرط، يعني في سؤال أعتقد من أحد الأشخاص أنه كم عدد أعضاء كاف؟ لو أعضاءنا 1000 ونايمين مش راح نسوي شيء، المهم يكون في تفاعل. بس تصحيح بسيط دكتور جمال، فضل. كاف كانت هي أمبريلا للجمعيات، نحن الآن نغير لتكون جراس روتس وللأعضاء. أوكي. في المستقبل القريب إن شاء الله، يعني كنا في انتظار يكون جمعية عمومية في 19 أبريل، تأخرت بسبب الكورونا. نتمنى أنه كنا نحاول أن نكون بها قبل رمضان. إن شاء الله عندما تزول هذه الجائحة سنقوم بانتخابات وتكون المؤسسة بوجوه جديدة وانطلاقة أسرع إن شاء الله. يعني وهذه دعوة للجميع أنهم ملاحظة تاريخية، أنا أتيت إلى هنا عام 1974 وكانت الاتحاد العربي الكندي موجوداً وعملنا ونظلنا من ضمن صفوف الاتحاد العربي الكندي، وكما تفضل الدكتور نور في تلك الفترة كانت هي مظلة للجمعيات. كان مؤتمر الاتحاد العربي الكندي تبعث الجمعيات ممثلين عنها للمؤتمر وينتخب الإدارة الاتحاد. يعني ربما يعني دكتور نور أن تكون كاف منظمة تجمع الجمعيات، وكان الفلسفة من وراء تأسيسها هو خلق لوبي عربي، والخلق لوبي عربي يعني حين نتكلم عن لوبي معناته له أهداف في الغالب وفي الظاهر أنه هذا الهدف سيكون له ارتدادات خارجية وليست ارتدادات داخل المجتمع الكندي والدولة الكندية. يعني ألا ترى أنه إحنا دخلنا الأمر بعكسه، يعني بدأنا الهرب من القمة بدل ما نبدأ من الأسفل؟ لا، بل على العكس، نحن الآن في موضوع الاتحاد العربي الكندي نقوم بتركيز على الداخل الكندي، أن نحن كنديون أولا. أنا هذا عفوا بس عشان أصول عربية أوضح، بس دكتور نور إحنا بنتكلم عن 52 سنة، ال 52 سنة بتأسيس لكاف على أساس فلسفة اللوبي العربي على غرار اللوبي الإسرائيلي على غرار اللوبي الذي له ارتدادات خارجية، ونحن نعلم أنه لن يستطيع أن ينافس بهذه العقلية، فبدؤه من القمة، في حين أنه السنوات التي مرت لم يكن يعني يحبو فيها حتى حبوا حتى يصل إلى القمة. الاتحاد العربي الكندي نشأ بعد حرب عام 1967، وكان التركيز الأول والأخير هو ما حصل في تلك الحرب، والعمل على
لإعادة حقوق الفلسطينيين. اليوم أبناء الجالية العربية من كثر ومن كل الجاليات، وستبقى البوصلة في نفس الاتجاه، ولكن علينا أن نعمل ككنديين. العام 1967 أبناء الجالية العربية لم يكونوا بهذا الحجم، لم يكونوا بهذا الشأن، لم يكونوا في هذا التنظيم، ولم يجاري الاتحاد العربي الكندي التطورات التي حصلت على مر السنين. لاحظنا هذه الأمور، لذلك نحن نقوم بإرساء دستور جديد وآليات عمل جديدة، من ضمنها إنشاء فعاليات في كل المدن الكندية تمثل الاتحاد العربي الكندي وليس تركيزه في مكان واحد. أبناء وبنات الجالية العربية اليوم الذين هم في أماكن أو مراكز مرموقة يريدون أن يخدموا أبناء الجالية، وعلينا أن نعطيهم هذا الدور من خلال المؤسسة الجامعة. طب أنا بدي أسأل أستاذ حسن، لأنه في سؤال من ربا على الدور النسوي، والحقيقة هذا أمر مهم، يعني أين نجد المرأة في العمل السياسي؟ أم أن المرأة العربية، يعني لا أريد أن أقول يئست من السياسة، ربما أصابها القرف من السياسة بسبب الأوضاع التي جاءت منها، فلم تعد تطيق إنها تسمع مجرد سماع كلمة السياسة، وربما العربي الرجل يعني حمل معه عاداته التي أتى بها، فيستبعد أن تكون امرأة موجودة معه في السياسة. هل هذا حقيقي؟ حقيقي، ولكن السؤال طرح السؤال يجيب عليه. تقول الأخت ربا أن المرأة العربية قد قرفت. السؤال هل أن المرأة العربية، هذا أنا أقوله مش فيها، هي تقول هي تسأل عن العدد، ولكن هل أن المرأة العربية هي التي قرفت، أم أن الإنسان العربي رجالا ونساء هو الذي قرف؟ يعني أتينا نحن من مجتمعات لا تؤمن بالديمقراطية بالأساس، لا تؤمن كما قلنا في البداية، لا تؤمن بالتعددية ولا تؤمن باحترام رأي الآخر، وبالتالي ويعرفون أن السياسة في أفضل الأحيان قد لا تستطيع أن تغير شيئا، وفي أسوأ الأحيان قد تؤدي بك إلى السجن أو المقبرة. وبالتالي العربي قد اعتاد أن يبتعد عن السياسة ابتعاده عن الموت، أتى إلى هنا وهو بهذه العقلية يتصور إذا تدخل في السياسة قد يؤثر على وظيفته أو على أبنائه أو على صحته وكذا، ولا يتدخل في السياسة. إضافة إلى ذلك أن الإنسان العربي كما قلنا في المرة الماضية على هرم مازلو، الناس كثيرون من أبناء الجالية هم جدن على هذا البلد، نساء ورجالا، مهتمون بتأمين بيت وسيارة ومسكن للأبناء، وبالتالي ليس عندهم الاهتمام الكافي ليهتموا بما هو خارج اهتماماتهم العائلية الضيقة. أما عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من الطمأنينة بالنسبة للقمة عيشه وأمانه في بيته تحت سقفه، يبدأ بالتفكير بأمور أخرى. إضافة لكل هذا، العقلية الذكورية، إذا لم نعترف بالمرض لن نبحث عن علاج. هنالك عقلية ذكورية طبعا، وللأسف أن هذه العقلية ليست فقط مسيطرة على الرجل العربي. أشعر أنا من خلال اختلاطي مع الكثيرين من العائلات العربية مسيطرة حتى على المرأة العربية في هذا المجتمع. يعني نكون مثلا في لقاءات عائلية أو لقاءات مع أصدقاء أو كذا، شيئا فشيئا ينقص، وقد تحصل مع أي واحد منكم أنا متأكد، شيئا فشيئا ينقسم المجموع إلى فئتين، النساء من طرف والرجال من طرف. ليس هنالك ما يجبرهم، ولكن اعتاد المجتمع على هذه القضية، وتحتاج وقتا للتغيير، وستحتاج إلى رواد من النساء ومن الرجال. يعني أنا أحث من هذا المنبر المرأة العربية، سواء من الجيل الثاني أو الجيل الأول التي تجد عندها الكفاءة والاهتمام بالانخراط، فلتهتم
قد تجد صعوبات، من لم يجد صعوبات؟ أنا شخصيا قابلت المئات وربما الآلاف من الصعوبات، ولكن الصعوبات لم تمنعني من المواصلة. وأقول لكم بصراحة، إذا كان البحر هادئا بإمكان كل إنسان أن يكون قبطانا ماهرا. تعرف قيمة القبطان في العواصف، في البحر الهائج، في البحر المائج، وكذلك القيادة، فن القيادة. تعرف القائد الحقيقي سواء كان امرأة أو رجلا بوجود الصعوبات التي قد يواجهها. يعني سأقول لكم قضية سمعتها عن مسلمات، ليس فقط كعربيات، بعض النساء المسلمات الجدد في الولايات المتحدة كنا يرتدن مركزا إسلاميا معينا، ونعرف هذه العقلية الذكورية من ناحية، ومن ناحية أخرى العقلية العربية. وكان كلما يأتي هؤلاء الأمريكيات المسلمات تجد الرجال وكلهم عرب طبعا يتذمرون، يحاربونهم ويمنعونهم من الدخول، حتى أن أحد المسؤولين عن المركز يعني عندما فرغ صبره قال لها: أنتم مجرد مسلمين جدد، you are just a new converter. فأجابته: وهكذا كان كل صحابة رسول الله. وهكذا كانت كل وهكذا كان كل صحابة رسول الله. يعني لن يفتح أحد الباب لامرأة وتفضلي وادخلي على هذا السجاد الأحمر، ولن حتى لن يفتح الباب للرجل العربي. كلنا نواجه مشاكل، والمشاكل ليس فقط للمرأة، قد تكون مضاعفة أمام المرأة، ولكن المشاكل أمامنا كلنا. لماذا هو وليس أنا؟ من أعطاه الحق بالكلام باسمي؟ من يعني عندما ترشحت للانتخابات هنا كان يقول: من أعطاك الحق لتترشح باسمي؟ قل: يا أخي أنا لا أترشح باسمك، أنا أترشح كمواطن كندي ويطلب أصوات الناس بما فيه صوتك. إذا صوتت لي أكون لك من الشاكرين، وإن لم تصوت لي أحترم رأيك. يعني أنا بدي أركز على كلامك، أتوقع أنه يعني هاي المشكلة يعني بكل العالم، مش فقط في الجالية العربية. المرأة لم تمثل سياسيا 50% أو حتى أوكي الآن في تحسن، لكن سنحتاج إلى تغيير، وهذا يعني كل العالم بتكلم عنه. أنا تسمح لي أخي بدي أعطيك الجو. يس تفضل. زيد كلمة واحدة بس. بالاتحاد علينا أن نشجع المرأة في العمل السياسي ككل. في الاتحاد العربي الكندي عندما كانت هناك انتخابات، أصريت على أن أشجع النساء أن يترشحن، وانتخبنا 6 نساء و6 رجال إلى عضوية الهيئة الإدارية في الاتحاد العربي الكندي. ممتاز ممتاز. طيب احنا للأسف يعني الوقت يداهمنا، الموضوع شيق ويحتاج إلى أعتقد حلقة أخرى، سننظر في الوقت إن شاء الله نشوف نقدر، لكن الوقت داهمنا. أنا بدي أعطي آخر دقيقة أو دقيقتين لكل من ضيفينا يدلي بمدلوله، إذا حابب يحكي أي شيء للجمهور، حابب يعقب على شيء نسي أو ما كمله. دكتور نور نبدأ بك. أول شيء بدي أشكرك أخي دكتور جمال وأخي محمد على استضافتي. هل أنتم تقومون بدور مميز بنقل هذه الصورة إلى أبناء وبنات الجالية العربية، أو بالأخص في هذا الوضع الحرج؟ أتمنى من إلى الجميع أن نعيش أيام أفضل في الوقت القريب، وأن تزول عنا هذه الجائحة. وبالفعل لدي الكثير لمشاركة أبناء وبنات الجالية العربية من خبرة 20 سنة في السياسة الكندية. علنا مع الأيام نعيد بعض هذا الدين لهم. أشكركم مرة أخرى وإلى اللقاء. شكرا استاذ حسن. مهندس حسن. شكرا دكتور جمال والاستاذ محمد والدكتور نور على هذا اللقاء الممتع، وشكرا لجميع المستمعين. وكما قال الدكتور نور، اتمنى اياما افضل، واتمنى فرجا للجميع بسبب الظروف التي نمر بها. والعيد عيد الفطر سيكون بعد بضعه ايام، اتمنى للجميع عيدا سعيدا ورمضان وصياما مقبولا.
أما ونعود فقط لإيش قضية السياسة، علينا جميعا إن شاء الله أن نتوقف عن التصرف كسفراء. لسنا سفراء للعالم العربي هنا، نحن مواطنون كنديين، نحن مواطنون ككل الناس، لنا ما لغيرنا من حقوق وعلينا ما على غيرنا من واجبات. علينا أن نتصرف من ضمن هذا الإطار، ونحاول أن نخدم مجتمعنا الذي نحن فيه، مجتمعنا الذي نتنفس هواءه ونشرب ماءه، علينا أن نخدمه، وبخدمة هذا المجتمع نخدم كل أبنائه بما فيهم أبناء الجالية العربية. وعلينا، وقبل أن نهتم فقط في السياسة، السياسة هي جزء من النشاط الاجتماعي، علينا أن نهتم بالأمور الأخرى، الطبيب الناجح في المستشفى والدكتور الناجح في الجامعة وماسح الأحذية الناجح في عمله، كلنا نعمل من أجل مستقبل أفضل. ولكن كلام علينا جميل. ألا ننظر إلى السياسة كشيء، كبرج عاجي. السياسة وخاصة في البلدان الديمقراطية، السياسة ليست برجا عاجيا وليست حكرا على أحد، ولا ندع اليأس يدخل إلى لأنفسنا، لأن نور تم إقصاؤه أو حسن تم إقصاؤه، قد تم إقصاؤنا ربما فيما مضى، ولكن سنفتح الأبواب إن شاء الله. وكل من مستمع إذا كان مهتما بالشأن العام، أنا أشجعه أو أشجعها على العمل، وعلى وألا نفسح المجال للعثرات أن تقف في وجوهنا. قد نسقط، ولكن ليس المهم أن يسقط الإنسان، ولكن المهم أن يقف من جديد ويستمر في مسيرته، ومستقبلنا إن شاء الله سيكون أفضل من ماضينا. لا فضة فوق. وشكرا جميلا. شكرا. شكرا دكتور نور، شكرا مهندس حسن، حقيقة لقاء كان لقاء مهم، وفي ظني أنه اللقاء يجب أن يتكرر كثيرا. أنا أقول حقيقة يا إخواننا، أصدقائنا، أحبابنا، قيادتنا في هذا العمل وفي هذا المضمار، يعني كانوا يقولوا أن الله لا يسمع من ساكت، والحقيقة أنه أجد كثير من العمل ولكن فيه صمت كبير، ويلفه الصمت الذي يجعل أبناء الجالية يرون سكوناً وهدوءاً قريباً من الشلل. يعني ما تقومون به عظيم، فيحتاج أبناء الجالية أن يروه ويسمعوا به. يعني إذا كانت الصدقة اللي هي الأصل فيها ألا تعلم يسارك أو شمالك ما 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 تقدم يمينك، حين يكون فيها تشجيع للآخرين للعمل يصبح فيها أجر حين تظهر. فعملكم وظهوره والصدح به وإظهاره للجميع هو واجب عليكم، حتى تشجعوا الآخرين إن كنتم يعني بهذا الهدف تسيرون وتهتمون. الأمر الآخر، أطمئن الجميع، إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ممتاز. إن شاء الله، إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا قريبا نرى العاصفة الإيجابية، العاصفة التي تبين وتبرز أن العربي له في هذا المكان كما لغيره، وأن العربي يقدم لخدمة مجتمعه الكندي كما يقدم غيره، وأن الصورة النمطية المأخوذة عن العربي هي صورة قديمة جدا 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 ولم تعد موجودة أبدا. وهذا طبعا يظهر من خلال البرامج والخطط التي نتمنى أن نراها على المستوى الفردي كما يفعل المهندس حسن، أو نراها على المستوى المؤسسي كما تفعل مؤسسة كاف، وينشر هذا الأمر بشكل علني وواضح للجميع حتى يكون جزءا منه، لأن الإنسان يكون جزء مما يشارك فيه وليس جزء مما يتفرج عليه كأنها مسرحية. طيب، أنا باسم كنار تي في حابب أشكر الدكتور نور مرة ثانية، المهندس حسن، جميع جمهورنا اللي كان معنا، علق، أنا أعذرونا كان في تعليقات كثيرة حاولنا نحطها كلها على الشاشة بس ما قدرنا نقرأها كلها، نعتذر مرة أخرى، لكن نشكركم جميعا على التفاعل. هذه الحلقات لكم وليكم، وإن شاء الله يكون فيها فائدة. بذكركم في الحلقات يوم غدا الساعة 6 حتكون معنا حلقة من مطبخ رمضان مع نادية، حتحكي عن شغلات اللي هي حلويات العيد وما قبل العيد. الساعة 8 حيكون معنا الأذان مباشر من مدينة أوتوا، قراءة للقرآن والأذان. والساعة إن شاء الله 10 حيكون معنا لقاء مميز مع الأوركسترا الكندية العربية عن كل الأشياء اللي سووها والمساهمات اللي عملوها في نشر
الثقافة والموسيقى العربية في كندا. تيوناب، وإن شاء الله نراكم وتصبحون على ألف خير. تصبحون على وأنتم خير. وأنتم من أهل الخير.